ونساعد الفقراء. بدأت الإنسانية في مسار حضاري جديد، وظل القرآن هو ينبوع المسلمين الذي أثراهم بالمعارف والقيم، وجعل العالم يجل مكانتهم العلمية وينهل من معارفهم المتنوعة. حياكم. ضاع الدليل ووجهتي باتت سراب، كلت خطايا وكاهلي يلقى الركاب. القلب شاب والصخر ذاب، السعد غاب، أملي بربي دعوة في الليل تخترق السحاب. لو فكرت مليا، لو أبصرت جليا، لو أطرقت جلست سمعت قرأت فهمت كلام الله. لو عملت الفكرة ثم غرست البذرة، لو راقبت حفظت تبعت لهجت بنهج رسول الله. دكتور، في هذه الحلقة راح نتكلم عن السنة وعن الوحي الثاني إن صح التعبير، وعن علم هذا الحديث اللي تواتر من سنوات وسنوات وتشعب ولا شكل أقسام. مدى صحة هذا العلم دكتور؟ مدى واقعيته؟ وبنفس الوقت هل تداخل هذا العلم وتداخلت عليه أشياء ما ليست فيه أساسا على مدى هذه السنوات ولا لا؟ بالفعل أخي ضاري، اليومين كثر الحديث عن السنة النبوية، عن وصول الأحاديث لنا صحيحة ثابتة. كثر الحديث عن البعض يقول لك أنا أكتفي بالقرآن ومتأكد من السنة أو أستغني عنها، فلا بد أن نعرف هذا الموضوع، خاصة كما تفضلت في السؤال. لكن قبل هذا السؤال لا بد من فرشة مقدمة علمية نبني عليها حتى نشارك من يعني يتابعنا ومن يختلف معنا في هذا الموضوع، لكي نقترب ونجسر المسافات في فهم الحقيقة. علم الحديث، علم الرواية، علم التاريخ عموما يدخل في دائرة ما يسمى بنظرية المعرفة. نظرية المعرفة أخوي ضاري تدرس في كل الجامعات، بل حتى بالفطرة الإنسان قد يعرفها. أنا كيف أعرف حقائق الأشياء؟ كيف أتوصل إلى معلوماتي خاصة اليقينية مثلا؟ أعرف أما بالعقل وأما بالحس المباشر وأما بالخبر الصادق. فالخبر جزء من نظرية المعرفة، نعرف بالأخبار الصادقة. طيب، هذا الخبر من طبيعته أن ينتهي إلى الحس. يعني لما نقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان أنه شاهد الحريق، أخبرني فلان عن فلان عن فلان أنه سمع المدير يقول، إذن بالتالي ينتهي إلى حدث. هذا الحدث حسي، سواء سماع سواء مشاهدة سواء معايشة. أنا اللي حضرت في الملعب وشفت، زين، لكن تنقلت فلان 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 يقول كنت موجود في المدرج فحصل الشيء الفلاني. ينتهي الخبر بسلسلة الناقلين إلى الحس. طيب، بهكذا نستطيع أن نفهم. شلون نفهم أن الخبر يوصلني إلى اليقين؟ أنت أخوي ضاري والمستمع اللي سافروا والكل يسافر اليوم، عندما تسافر بتجهز نفسك من الليل، مخلص مواعيدك، ماخذ إجازاتك، مرتب الشنطة، السيارة، الساعة السفر، تروح تقعد في المطار. ما الذي جعلك تصدق لولا أن يكون المصدر صادق عن ساعة الإقلاع، نوع الخطوط الجوية، عدة عوامل؟ وقس على ذلك كل حياتنا يا أخوي ضاري كلها مبنية على الخبر الصادق، بل إن أكثر معلومات الإنسان وثقافته هي أخبار صادقة وتتفاوت في قوتها. يعني مثلا الكل يصدق أن سيدني 100% مؤمنين أن سيدني مدينة في أستراليا، هذا خبر صادق. صادق، أي بس ما شفنا. الكل يعرف أن الإسكندر المقدوني الأكبر فتح بلاد فارس، بس ما حضرنا والله هذا الفتح. والكل يعلم أن الوليد عبد الملك بنى الجامع الأموي، بس والله ما حضرنا معه البناء. الكل يعلم أن هولاكو أسقط بغداد في 656 هجرية، بس الكل يعلم أن المتنبي شاعر عربي فحل سنة 456 إذا ما خانتني الذاكرة، بس ما عصره، بس ما عصره، عرفنا من الخبر. يا أخي خل هذيلا، يا أخي روح بعيد أكثر، أرسطو 322 قبل الميلاد. يعني واحد لما يروح كلية الآداب يبي ينضم إلى قسم الفلسفة يسوي له مقابلة في البداية، فعندما يسألون عن الفيثاغوريين والسوفسطائيين وأرسطو ديمقريطوس وسقراط يقول لا والله ديلا ديلا قبل الميلاد، اشتراني هم موجودين ولا لا؟ يقول له مع السلامة، طلع برا ما تصلح. لما يروح كلية الآداب
لغة عربية ويسألون عن الحارث بن حلزة اليشكري أو عن عنترة أو عن طرف بن العبد أو عن لبيد، يقول يا عمي ذيلا قبل 1400 سنة قبل النبي، أشعر دراننا موجودين. أيضا ما يقبل في الكلية. إذن كل هذا مبني على الخبر الصادق. شكسبير يا أخي تاريخ وفاته ما ينسي، 16 يعني 1616، روائي إنجليزي، كلها أخبار صادقة. إذن لازم نؤكد في نظرية المعرفة على هذه النقطة. الآن أتي إلى سؤالك، علم الحديث أخوي ضاري علم خاص من علوم المسلمين التي تفردوا بها ولهم فيها عبقريتهم وجاءت لخدمة الدين والنص، وليست من العلوم التي تأثرت بالثقافات الأخرى، وهي ميزان دقيق عجيب. يعني إحنا قعدنا في كلية الشريعة 4 أسابيع يشرح لنا الدكتور محمود الطحان حفظه الله بس تعريف الحديث الصحيح، ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. الحديث حتى يكون صحيح لازم يكون اللي رواه عدل من صفاته، ويكون ضابط من غير أن يكون في شذوذ ولا علة. كل مصطلح حصة، هذا علم. بعدين يجيك علم العلل اللي هو يهتم في نقد المتن ويحاكم مو الكذابين، الكذابين ألفوا فيهم كتب، يناقش يا أخوي ضاري الصادقين، لأن الصادق قد يتوهم، الصادق قد يلتبس عليه آخر عمره، الصادق قد يخالف من هو أصدق منها. كيف ندرس هذا العلم؟ وجاءنا الإمام الدارقطني الكبير الذي يقول يا أهل بغداد لن تستطيعوا أن تكذبوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام حديثا واحدا. ليش؟ للعلم، أنهم علم. لما تقرأ مقالة في مجلة أقلام عراقية، هذه للعالم العراقي الكبير في التحقيق التراث عواد معروف، مقالة كاملة فقط في تأثير علوم الحديث في علم التاريخ وكيف استفادوا منه، فشيء يعني متفرد في علوم. هكذا نفهم علم الحديث. تمام. هل تداخلت الحديث مع بعضها على مرور سنوات دكتور؟ يعني قد يقول قائل أن هذا الكلام والدفاع عن هذا العلم علم الحديث يمكن يروج لبعض المسلمين لتحصيل دينهم الإسلامي، طبيعي لأنه شيء يمثلهم، لكن في الأصل على مرور هذه السنوات تداخلت الحديث في بعض. هذا كلام يقال، لكن هؤلاء الذين قالوا هذا الكلام المرسل لم يكن لهم أي اطلاع ودقة على هذا العلم اليقيني الكبير. أنا بجيب لك شهادة لأشرس مستشرق الإنجليزي القسيس، حتى أنا كان قريب من عالم الكنيسة، مارجوليوث، ديفيد مارجوليوث، يعني شيء عبقري حقيقة في الذكاء، لكن أيضا عبقري في الشيطنة والبتر والتلبيس. عاد بالمناسبة مارجوليوث أول ما تعرفت عليه، حتى نعرف يا شباب الثقافة وأهمية القراءة، كنت طالب في ثانوية الرابية يحضون حصص مكتبة، حصة المكتبية، في الحصة المكتبية جريت كتاب اسمه دفاع عن الإسلام ضد مطاعن المستشرقين الشيخ محمد الغزالي، وإذا بالكتاب كل رد على مارجوليوث، لأن يومها كان في السبعينات له اسمه وحضوره وكتابه، يعني من أوائل اللي ردوا عليه، لاحظت كيف؟ فمارجوليوث يشهد في دراسته محاضرات في التاريخ العربي، يشهد على عبقرية وتفرد المسلمين في هذا العلم. خذ المؤرخ المسيحي المنصف رستم أسد، عنده كتاب المصطلح التاريخي، تكلم عن علم مصطلح الحديث وجهود علماء الحديث في دقتهم في شيئين، في عدالة الرواة وأمانتهم، والاعترافات لا تنتهي. إذا ما جيت حق روبسون صاحب كتابة تاريخ التراث عند أسانيد العرب، يعني الإسناد في التراث العربي، عند كتاب بهذا المعنى الإسناد في التراث العربي، يقول لك لاحظوا المستشرقون، يقول جماعتنا لاحظوا أن الروايات عن صغار الصحابة، صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، أكثر عن من كبارهم. لماذا؟ لأن هم الذين أدركهم التابعون من جاء بعدهم بكثرة، وهم الذين رووا أكثر. لو كان الوضع ولا التأليف ولا النسبة مختلقة لكان الناس أسندت إلى أكابر الصحابة الذين هم أحاديثهم كانت أقل. فالقضية ليست تجميل من المسلمين لدينهم ولتراثهم ولحديثهم، لا، هذا جهد عظيم قيمة وقيمة، ويشهد له العلم والاستقراء لخدمة هذا الدين العظيم. تمام دكتور، ودي أسمع تعليقك على من يقول أن بعض الأخبار المنقولة عن بعض المحدثين قد تكون غير دقيقة ولا غير صحيحة، بمعنى أن المثال الإمام البخاري مثلا جمع 600,000 حديث في 16 سنة،
هذه الفترة الزمنية، وبنفس الوقت هذا الرقم المهول لعدد الحديث يمكن يكون صحيح ولا لا. الإمام أحمد مثلاً حفظ 1000 حديث، هذه الأرقام معقولة في زمنهم ولا ما هي معقولة في زمننا؟ علشان يعني هذا الكلام اللي تقوله اللي منتشر بين الناس، احنا نقول لازم نتحقق من الروايات. مش شغلنا الحين كله عن الروايه والحديث وثابت وغير ثابت. طيب انتم قاعد تقولون كلام غير ثابت يا جماعه. مو صحيح ان 600,000 حديث رواه البخاري. صحيح البخاري لا يتجاوز 8,000 حديث، وحتى هال 8,000 لما نقول حديث يجب ان نعرف يا جماعه معنى كلمه حديث في مصطلح القدماء عند اهل هذا الفن والتخصص، غير ما هو متداول اليوم، عشان تعلم ان كثير من هؤلاء يقول ما لا يعلم ويعلم قبل ان يتعلم، ولا يخاف ان ياثم، واذا اثم لا يندم كما يقول الحكماء. الحديث في السابق ما هو الحديث؟ ينقسم الى شيئين، سند ومتن. السند سلسله الرجال، يجي الامام مالك مثلا اللي توفي 179 هجرية في المدينة المنورة، يقول لك أخبرنا أو حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر، نافع عن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر الصحابي قال عليه الصلاة والسلام، هذا سند. ماذا قال؟ يجيب لك المتن. فالحديث العدد اللي فيه باعتبار الأسانيد مو باعتبار المتن. أعطيك مثل، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا متن حديث، هذا نص الحديث، إيه قال عليه الصلاة والسلام. لكن لما جاء الإمام الطبراني عد من النقل، فشاف مجموعة من الصحابة نقلوا هذا الحديث عن النبي، ومجموعة من تابعين الصحابة نقلوا هذا الحديث عن الصحابة، ومجموعة من تابع التابعين اللي بعدهم نقلوا، فجمع الأسانيد فطلعوا 177 إسناد، فيسمى 177 حديث. مو أن القول المقول المتن 177، لا، النقل 177. يعني البخاري عندما ينقل من 100 واحد لمتن واحد لحديث واحد، إنما الأعمال بالنيات، ها، قل آمنت بالله ثم استقم، هو 100 مو 100 قول، 100 ناقل. فيسمى الناقل الواحد ما ينتهي إليه من الحديث حديث، لو كان نفس الحديث. لاحظت شلون؟ فالتعدد هذا في السند، وليس التعدد في إيش؟ في المتن. طيب نجي على قلت لي 16 سنة، ها؟ يعني كيف هذه 16 سنة كيف ضغط فيها الإمام هذا الأحاديث؟ يا جماعة البخاري عاش حياته للحديث. 16 سنة هذه جت متأخرة لانتقى فيها الحديث. هو ألف كتاب سماه التاريخ الكبير، 9 مجلدات أو أكثر في بعض الطبعات. هذه المجلدات التسعة جلس الإمام البخاري أفنى عمره وحياته في سفرات ولقاءات لتمحيص أو شيء معرفة هؤلاء الرجال النقلة، سيرتهم، حياتهم، ترجمتهم، سيرتهم، وثوقياتهم، أسانيدهم، مقارنات، سؤال، تمحيص. بعدين طلع من كل هذه الدراسة وانتقى أصح ما في هذا الباب. وبعدين تعال أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل لما يقول لك 1000 حديث، يعني الأحاديث وماذا وأقوال الصحابة كما ذكر ذلك يعني الناقد الكبير الإمام ابن الصلاح في مقدمته، ومع ذلك ينطبق عليه ما ينطبق على الناس، على الأسانيد يتكلمون يا جماعة مو على المتون والنصوص. بهكذا نفهم أن كثرة الأعداد من ثقة المسلمين، من توثيقهم لحديث حبيبهم عليه الصلاة والسلام، لا يكتفون بطريق واحد. يعني احنا حصل حدث في النادي، هوشة في النادي في نهائيات كاس مثلا الخليج، الذي نقل الهوشة بين الحكم وبين الكابتن الفريق الفلاني نقلوا 1000، هؤلاء 1000 النقلة نقلوا حدث واحد. فالألف بالنقلة مو بالحدث. يا جماعة الأحاديث كثرة، ما يقول لك حدث كثرة الأحاديث بالأسانيد لا بالمتن. بهذا ينحل الإشكال والوهم الذي عشش في عقول كثير من الإيش؟ من المستشكلين. تمام، وضحت دكتور. خلنا نشوف وياك والسادة المشاهدين هذا تقرير، نرجع لكم بعد شوي. ما أعتقد أنه يصير يمارس الإسلام بالقرآن بس بدون السنة، لأن السنة هي اللي تكمل القرآن. القرآن مجرد يعطينا تقريبا يكون رؤوس أقلام، والسنة هي اللي تشرح القرآن بشكل أدق. السنة ورد فيها أشياء كثيرة مثل الأحوال الشخصية، مثل تعلم الصلاة. إحنا شلون عرفنا الصلاة؟
السنة النبوية بتخلينا نتدقق في الإسلام بشكل عميق أكتر. القرآن الكريم صح هو أساس، ولكن السنة نحتاجها في كثير من الأمور، يعني من ضمنها الصلاة وطريقة الوضوء. يعني أنا أساس ديني صلاتي. الأحاديث هي تفصيل للتشريع، يعني أحاديث أغلبها فيها التشريع بتفاصيله، موضوع الزكاة، موضوع الصيام، موضوع الحج، والصلاة طبعا يعني بكامل أركانها وشروطها وأجباتها وغيره. يعني ويجب علينا كمسلمين أن نحافظ على السنة، على كتب السنة، وأن نقرأها ونتمعن ونتدبر. دكتور، لازلنا في نفس موضوعنا في اللغة وعلم الحديث، لكن في سؤال يتبادر إلى الذهن وهي قضية نقد هذه المتون. البعض قد يقول في بعض المتون يعني تتعارض مع العقل، فهل اهتم المحدثون والنقاد في قضية نقد المتون ولا اكتفوا في السند فقط؟ بالضبط، هذا سؤال مهم، لأن المنتشر ليس عند المستشرقين فقط، حتى عند بعض كتاب العرب، مثقفي العرب المطلعين، أن المحدثين اهتموا بالسند، فلان عن فلان عن فلان، وقيموهم، لكن لم يهتموا بالمتن، لم يهتموا بالنص. بالعكس، غير صحيح. علم الحديث مهتم بنقد المتن أيضا، ويسمونه علم العلل. والصحابة رغم عدولهم في الكتاب والسنة، بشهادة الكتاب والسنة، إلا أن هذا لم يمنعهم لبشريتهم أن يعترض بعضهم على بعض في فحص الأحاديث، عندما رأوا أن مثلا روى حديثا أحد الأصحاب يخالف القرآن الكريم أو يخالف نصا حديثيا أصح منه. لاحظت؟ يعني خذ هذه الأمثلة، عمر بن الخطاب رد حديث فاطمة بن قيس في أحكام الطلاق، لأنه رأى أنها تخالف أحكام الطلاق في سورة الطلاق، في آية الطلاق. عائشة ومعروفة بجولاتها في يعني مناقشة الصحابة، وعندها مسند مستدركات عائشة على الصحابة، أيضا عائشة شاركت عمر في رد حديث فاطمة بنت قيس، وعائشة ردت حديث أبو هريرة أن المرأة تقطع صلاة الرجل، نعم، لأنها كان عليه الصلاة والسلام يصلي وهي بين يديه. زين، ردت حديث عبد الله بن عباس الذي قال أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، مع أنه حديث، يعني مع أنه حديث. ليش؟ استندت على شنو؟ اعترضت، لأن ولا تزر وازرة وزر أخرى، شو ذنبه يتعذب لأن أهله يبكون عليه؟ أهله عاطفيين وهو بريء. ما لاحظت؟ فكل هذا يعطيك أن هذا العلم الأصيل علم العلل الذي يهتم بنقد المتون. دكتور، هذا ما يعطي انطباع أنه كان في، خلينا أسميها، ما بيسميها خلافات، تكذيب ما بين الصحابة بينهم وبين بعض؟ لا، لأن الصحابة يعرفون قدر أنفسهم وقدر مكانة الحديث ومكانة الرسول في صحابة في حياتهم، ولذلك ما كانوا يقولون عنه كذاب، لأن ليس هناك أحد معصوم بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الخطأ إما لوهم، إما للنسيان، إما للالتباس. ولذلك أم المؤمنين عائشة نفسها بالنسبة لاعتراضها على حديث عمر بن عمر قالت، زين، إنكم لتحدثوني عن غير كذابين ولا مكذبين، ولكن السمع يخطئ. شوف شوف الوعي والأخلاق، عجيب. زي دكتور، لما أقول لك والله في عندنا 14,000 حديث، خليني أسميهم مكذوب أو موضوع صح التعبير، هذا ما يعني ما يدلك على شيء، إنه والله قد يكون المتن مقدس لكن جهود المحدثين هي اللي يشكك فيها، في منهجيتها، في غيرها، يعني بالنهاية بشرهم. بالفعل هذا كلام مطروح من بعض الكتاب، من بعض المعترضين على منهجية المحدثين. لكن تعال، أنتم عندما انتقدتم هذه الأحاديث وهذه 14,000 حديث موضوع ومكذوب موجودة، ومن اللي قال أن 14,000 حديث موضوع؟ من الذي قرر أن هذه الأحاديث مكذوبة وصنع لها كتب في الموضوعات؟ هم المحدثون أنفسهم. يعني أنت تجيني من كيسي وتدينني؟ ما يصير. يعني هم فرزوا الأحاديث الموضوعة والمكذوبة حتى ينبهونك عليها، وأن جهدنا في صيرفة احترافية. تجي الدين شغلهم وتاخذ ما صنفوه مكذوبا وتقلب الدليل عليهم، هذه مغالطة في المنهج، تماما كبرامج الحاسوب التي تؤمنه فتتحفظ من اختراق الفيروس، فتتحفظ عليه بملفات خاصة. أنت تجي تتهم هذا الملف الخاص الذي يحمي
الجهاز وتدينه بدل أن تشكره، فهذا تناقض حقيقة في الطرح. احنا نبيكم تبينوا لنا ما هو الموجود. وحتى الأحاديث التي انتقدت العلماء نفسهم وضعوا عليها إشكالات وعالجوا هذه الإشكالات، ويعني طافوا حولها وعالجوها معالجات كبيرة جدا. تمام. طيب دكتور بالختام خلي أسألك سؤال قد يعني يتبادر في الذهن وبنفس الوقت قد يتداول بين أوساط الشباب، يقول لك والله الأحاديث والمحدثين والسنة ككل هي بالنهاية جهد بشر، أنا أكتفي بالقرآن كلام الله وما لي شغل في السنة. مو إحنا من أجل ذلك قلنا أن السنة هي الوحي الثاني. تخيل مسلم يريد أن يكون مسلما واقعيا من غير سنة، لن يعرف الإسلام، لأن السنة النبوية تماما كما نطلق في مصطلحنا المعاصر كالمذكرة التفسيرية للنص. فالسنة النبوية يعني ورب العالمين يقول وأنزلنا إليك الذكرى. لماذا يا رب العالمين؟ لتبين للناس ما نزل إليهم يا محمد، لتبين للناس ما نزل إليهم. والبيان يكون بالحديث، والحديث ما هو؟ السنة ما هي؟ ما ثبت عن النبي من قول أو فعل أو تقرير. سيرة النبي وحاله كلها هي التي تفسر. بعدين تعال أخذ النص القرآني، السنة تأتي تؤكد ما في القرآن. اثنين، تأتي السنة تفصل ما كان مجملا، وتأتي السنة توضح ما كان غامضا، وتأتي السنة تخصص ما كان عاما، وتأتي السنة تقيد ما كان مطلقا، وتأتي السنة بأحكام جديدة غير موجودة في القرآن. مثلا لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. القرآن يحرم زواج الجمع بين الأختين أحياء، لكن ما تتكلم عن العمات والخالات. وغير ذلك التخصيص، مثلا لا يرث قاتل، واحد قتل أبوه ما يرثه، ولا يرث من غير دي. شيخ اللي قاعد يقول لك أنا بس قرآني أو ما أبي القرآن، هذا يريد أن يلعب ويتحرر من الواجبات ويريد أن يأخذ شهواته ويرتاح. تمام، توضحت الفكرة دكتور. هذه كانت حلقتنا وهذا كان موضوعنا. عسى ربي يحفظكم من كل شر وين ما كنتم. شوفكم في حلقة قادمة في أمان. موج الحياة.